أهلا بحضراتكم من جديد. الإعاقة مهما كانت قاسية أو مؤلمة ممكن الإنسان يحولها بإيمانه وعزمته وإصراره إلى طاقة من الإيجابية والنجاح والسعادة والرضا. احنا اتعودنا في واحد من الناس دايما أننا نقدم لحضراتكم النماذج الغير عادية، النماذج اللي قدرت تتحدى الظروف، تتغلب على الصعاب وتواجه أي إحساس بالمرض أو بالنقص الشديد. وعندها النهارده وعندنا النهارده مجموعه من النماذج الرائعه المتميزه، نموذجين للتحدي والمثابره واثبات الذات، والاهم القدره على الاستمرار والحياه دون شعور باي معاناه او عكس. معانا الفنانه ندى اللي بتعاني من انحناء في العمود الفقري وتشوه في القدم اليمنى وفقدت ذراعيها الاثنين، وبتعتمد في كل شيء على قدمها اليسرى، وقدرت تكمل دراستها ما شاء الله، تخرجت من كلية الآداب، حصلت كمان على الماجستير، وهي الحقيقة نموذج رائع حريصين نقدمه جدا في حلم الناس. ومعنا كمان الشاب محمود، اتولد بدون ذراعين ورغم كده لم يأس وتعلم، دخل المدرسة وصل المرحلة الجامعية وبيستخدم قدمه في كل شيء بدلا من ايديه. اهلا بكم. اهلا، سعيد جدا بوجود حضراتكم معنا. ندى عرفيني بنفسك، عندك كم سنة، انت منين وبدأت ازاي؟ اتفضلي. انا اسمي ندى محمود علام، انا من محافظة المنوفية شبين الكوم، انا عندي 25 سنة، حاصلة على ليسانس اداب قسم علم اجتماع جامعة المنوفية، وحاصلة على MBA من الكلية الملكية البريطانية جامعة رينوفيشن تبع شركة رينوفيشن، وفنانة تشكيلية، وبرضه حاصلة على عدة دورات زي الـ ICDL اعداد قاعدة HR الحاجات دي كلها، وغير الكمبيوتر غير الموبايل انا كويسة فيه جدا، سوفت وير بتعلم دلوقتي جرافيك وشغال. الإعاقة بدأت ازاي عند حضرتك، يعني من طفولة ولا من لا سنة؟ انا مولودة كده، انا اعاقتي مولودة كده، كنت مولودة في السعودية. وبعدين ايه اللي حصل، عملتي ايه بقى؟ والدي ووالدتي واخواتي وجدتي كل دول شجعوني، يعني لولاهم انا ما بعد ربنا ما كنتش وصلت لكل ده. شكرا ليكم اولا. ثانيا انا بعد ما يعني وصلت اولى ابتدائي كنت بعرف اكتب، كنت بعرف امسك القلم، لان من صغري والدي ووالدتي وجدي يعني جدتي كانت يعني محفزيني وقالوا ليه ما تدخلش مدرسة، فنزلوا من السعودية واستقروا، وبدأت أمسك القلم وأكتب وأرسم وأشخبط زي أي طفلة. بالعكس ده أنا كان رسمي كبير والكلام ده، فاهتموا بيا أكتر في الرسم وأنا بحبه، يعني بحب الرسم. ممكن أكون اتنميت أكتر وبدأت يعني شغل احتراف أكتر في الثانوي وفي الجامعة وبعد الجامعة، أخدت كورسات. المدرسة بتاعتي في الثانوي عملت معايا شوية معارض تبع محافظة المنوفية وعلى مستوى المدرسة برضو كنت بعمل معارض. لما اتخرجت من الجامعة بدأت أعمل معارض برا وأخد كورس عند دكتور ياسر رمضان، شكرا لي لأن هو اللي يعني وصلني للجمال ده. دخلت كلية الآداب ليه؟ انا كنت حلمي ادخل اداب علم نفس، بس انا ما دخلت الثانوي في الاول كنت عايزه ادخل فنون جميله. طبعا يعني الرسم الرائع ده كنت عايزه ادخل فنون جميله، بس ممكن اكون انا جايبه 80% في الثانوي، فممكن ما اكونش حصلت على المجموعه اللي انا كنت بس عايزة. انا يعني الحقيقه انا معجب جدا بالتجربه بتاعه الدراسه اولا. انت ازاي قدرتي يعني رغم انك انت فقدك يعني رجل واحده بس اللي انت بتعملي بيها، بتذاكري وبتكتبي وبتحضري الماجستير، يعني ده مجهود. انا كراجل استاذ جامعه افهم الحجم الصعوبه اللي فيه، يعني ازاي قدرتي تحققي ده؟ يعني انا واثق ان عندك اراده فولاذيه. يعني والله هو كانت ارادتي، هو يعني انا مستمره وقلت هو ده امتحان من ربنا فهنجح فيه يا هرسب فيه، فانا جايه في الدنيا ديت عشان الامتحان ده اللي انا هنجح. انا قايله من نفسي ومن جواه انا هنجح، انا هستمر. وزي ما اتعلمت برضو اللي انا قابلت ناس ايجابيه قابلت ناس سلبيه،
زي ما قابلت أحبطوكي؟ الحلو ما فيش احباط. آه. كلمات السلبيه انا كنت باخدها يا درجه اللي انا اطلع بيها، درجه اللي انا اوصل بيها الحلم. انا حلمي ان انا اكون وزير، فانا نفسي اكون فعلا وزيره، وزيره الثقافه يعني، عشان تبع الفن والكلام. وانا لا ابدا لا استبعد ابدا واحده يعني عالمه ومعاها ماجستير وام بي اي وبتحضر دكتوراه، يعني بالتاكيد تستحقي انك تكوني في اعلى الاماكن، مش ما فيش اي حاجه تمنع من ده. لكن ازاي قدرتي يعني تعتمدي بقى على رجليكي، اكل شرب هو من عند كتابة ربنا، رسم؟ هو من عند ربنا، هو كل ده من عند ربنا لوحده. قدرت اللي هو اتعلم شيء في شيء. ولما اتولدت الدكتور قال لبابا في السعوديه بنتك دي هتقدر تعمل كل حاجه. طب انا عايز بقى تقول لنا يا فنانتنا العظيمه، الرسومات دي بقى كل صوره بقى يعني دي رسمك انت صح؟ انت اللي رسمها لوحدك؟ كله كله برجليكي. اه ايه اول صوره؟ اول صوره بتعلم ان هو عن الخوف بس متداري جواه. تاني صوره برضو هي عين، العين ديت بتبكي وفي وسط ازاز. فهي لو انا بتكلم من الناحيه دي، من ناحيتي انا، فهي بتبكي بصمت عشان ما حدش يأذيها. تالت طفل، انا بحب الاطفال عموما، فالرسمه عجبتني فرسمتها. وده الطفل الفلسطيني طبعا، تحيه لاهل فلسطين وربنا ينصرهم يا رب ويتعدي المحنه دي على خير. انا بحب الشعب الفلسطيني فعشان كده انا رسمتها. انا بحييك على رسوماتك كلها جميله، ولو بايدي اديكي جايزه انك انت من اهم فنانين التشكيليين. سعيد جدا بيك. الله يخليك استاذ محمود، اهلا بيك. ودي تعرفني حضر نفسك بعد اذنك. اسمي محمود محمد صبحي ثابت. من المحله الكبرى بتينا، مركز المحله الكبرى المحافظه الغربيه. عندك كم سنه يا محمود؟ عندي 23 سنه. تدرس فين؟ بدرس في جامعه الازهر لغه عربيه قسم تاريخ وحضاره. ما شاء الله. الفرقه الثالثه. ما شاء الله. احكي لي تجربتك بقى، وانت ايه الابداع اللي انت بتوجده؟ انت فقدت يعني دراعك الاثنين من امتى؟ حاجه بتاع ربنا الحمد لله. بتاع ربنا. تعاملت ازاي بقى؟ بقيت بتعمل ايه؟ او قدرت ما شاء الله توصل لغايه مرحله الجامعيه ازاي؟ طبعا قبل والدي ووالدتي ربنا. ربنا اداني القدره الحمد لله. وطبعا والدي ووالدتي فضلوا معايا لحد الطريق، لحد ما وصلت للطريق. لحد ما وصلوني للجامعه وعلموني اكتب برجلي، علموني اكل واشرب برجلي. بس الحاجة اللي تعجز معايا اللبس بس والقلم. جميل والله، برافو عليك يا محمود. طب انت هتكتب لنا ايه بقى بعد اذنك؟ اكتب لنا مثلا واحد من الناس، ايه رأيك؟ ايه؟ اكتب لنا واحد من الناس بس كده؟ اه. ميرسي جدا، اشكرك شكرا جزيلا على ميرسي جدا جدا. كل واحد بيقول لي بيحلم بايه، بتحلم بايه؟ ده انا حلمي ان انا اكون وزيره. ديت حلمي الكبير. طبعا انا يعني اول حاجه طبعا انا قابلت سياده الرئيس ونفسي اتوظف. محمود بتحلم بايه؟ انا ان شاء الله اخلص جامعه ويبقى ليا فرص عمل ان شاء الله. انا سعيد فعلا ان انا فخور ان انا كنت قابلت حضرتك. وانا فخور كان نفسي اقابل حضرتك. انا اتشرفت والله جدا، وانا سعيد ان كل انسان عنده القدره والاراده والايمان انه يقدر يتحدى اي حاجه ممكن تعمله اعاقه. الاعاقه عمرها ما كانت ابدا اعاقه للجسم. دايما حضرتك انا بقول
دايما بقول ان الاعاقة عمرها ما كانت اعاقة كذاتية او اعاقة ذهنية، الاعاقة اعاقة قلوب. برافو عليك، وانا مؤمن جدا باللي انت بتقوليه. بحييكم، بشكركم، نورتوني، شرفتوني. شكرا جدا. نماذج رائعة حبيت اقدمها لحضراتكم، ندى ومحمود، نموذجين يعني تحدوا كل شيء او تحدوا كلمة المستحيل، واثبتوا ان هم ليهم وجود. انا حبيت اقدمهم. لو في اي حد زي ندى ومحمود يحب يبعت لنا شغله، موهبته، عنده اي موهبة في اي مجال، انا يسعدني جدا، يبعتوا لنا على صفحة البرنامج. ميرسي يا ندى. شكرا محمود. شكرا.